حل لهذا الباب إن الشبكة المعنى لها تشكل نعرف إذن عن المدخل الرابع أنه يحاول الحديث كبير من الآن في الضغاية فإذا عدل عن الضغاية فتم أن يطلع مع تبكي نزل عليك الجزء علم نزل معك إلى سبع إذن قال يا أخي أتعفل تذهب إلى المعاصي الصغيرة ونحاول تعفل من هذا لأنك إذا أغرقت فيها فتذهب إلى الكبيرة الكبيرة ولكن هي رويدة أن يبحث عن فضائل الذنوب ويوفي عسلها فلم تفهم حلقة فتجد أنك تأخر عن الصلوات تأخرا مشهودا أنك تقع في مثل هذا تخرج من مكتب قبل العذاب أنك لا تتم متعاطفا أنك تلعب كل من فضائل الذنوب نعم لكن